طيب مهم جدا اسال حضرتك برضو يا كابتن، لان ده السؤال اللي كنت انا عامله امبارح على والحقيقه لقيت رد فعل هايل في هذا الامر. سؤالي هل من بالنسبه للصفقات يعني هل انا ممكن او حضرتك شايف ان هناك صفقات محليه جوه مصر تنفع النادي الاهلي؟ اه من وجهه نظرك. هو في بعض أوكي. هو في بعض، هو انا عندي هنا وجهه نظر. اتفضل. في لعيبه بتيجي، في لعيبه بتيجي من بره الاهلي والزمالك او من بره الزمالك او الانديه اللي متعوده على انها عندها المنافسه على البطولات دي. في لعيبه بتبقى تلفت النظر او تلفت العين. انما وانس اول ما بتجيبها وتخش جوه النادي وتلبس التيشيرت الاحمر بيبدا يحصل عندها رهبه أيوة. المكان ورهبه التيشيرت ورهبه الجمهور والشعور بالمنافسه واللي اللعيبه دي انا من وجهه نظري الشخصيه انها اول ما تيجي لازم تقعد في 6 اشهر، لازم تاخد 6 اشهر تاخد 6 اشهر فتره حضانه كده. انت عارف البيبي دوت لما بيجي ينزل بتاخد في حضانه كده. الكوره هنعملها ازاي الحضانه؟ هنعملها ازاي؟ هنجيبه هيتقعد معاه من كل الاستاف اللي موجودين، المساعدين بتوع الكوتش اللي جوه النادي اللي أوكي. من النادي يعرفوه. طبعا هو عارف يعني ايه النادي الاهلي، انما لازم يعرف اسلوب الشغل بتاع النادي الاهلي. اوكي. الضغط، التعامل بتاع النادي الاهلي جوه النادي، ان النادي الاهلي نادي جماعيه ما فيهوش فرديه، ان النادي الاهلي وانت موجود ما تقلقش من اي حاجه ولازم يكون عندك شخصيه وتقول كل ما يخص النادي الاهلي، كل ما يخص اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. ده هياخد فتره. اثناء ده كله بيلعب ولا ما بيلعبش؟ لا ما يلعبش. لا ما يلعبش كتير برضه. 6 شهور انا جايب لعيبه عشان اقعده 6 شهور. ما انا بكلمك في ايه دلوقتي، انا مش عايز احرقه. ايوه بس يعني 6 شهور كتير، محدش هيستنى 6 شهور. وات ايفر، انا بقول لما اجيب لعيب مثلا محمد محمود جه النادي الاهلي، محمد محمود ده كواليتي لعيب، كواليتي لعيب كويس جدا. الفتره اللي دخل فيها بدون التهيئه دي خلي بالك، وبدنيا كمان اوكي، والنواحي البدنيه بتفرق كتير جدا مثلاً جدا ممكن جدا. ان هو اللي جايين الصفقات اللي هيجيبها النادي الاهلي خلال هذه الفتره هتكون او هتستفيد زي ما حضرتك بتقول، ازاي وجهه النظر يعني؟ ان هيبقى عندك بقى معسكر هيتعمل في هولندا في 15 يوم على الاقل، ومباراتين او 3 وديتين، ولما ترجع تاخد لك مباراتين 3 وديتين، ويومين قبل ما تسافر، يعني دخلت في الاجواء اللي حضرتك بتقولها، بحيث ان انت لما ترجع تبتدي تلعب مباراه السوبر في اخر شهر 10 او قبلها تبتدي الدوري وتلعب، تبقى خلاص دخلت. لكن 6 شهور كتير. سيبك من 6 شهور، بلاش 6 شهور دي، خليها 3 شهور او شهرين. لا شهر مش هيكفي. ليه؟ لانه اللي مطلوب منه كتير، اللي فايته جوه النادي كتير مش قليل. انا بكلمك دلوقتي على نوعيه معينه، مش بكلمك على لعيب انت جايبه من منتخب مصر وقضى الظروف دي ده هيخش يلعب تاني يوم. اوكي. لا انا بكلمك على بعض اللعيبه اللي جايه من انديه، اللي جايه من انديه يعني. ما فيهاش منافسات. ما فيهاش منافسات احسن، ما فيهاش منافسات. مش واخده على انه بينافس. أيوة. واخد وارد جدا تجيب لعيب من امبي او لا. النهارده كان في 6 لعيبه، في 6 انديه بيصارعوا على الهبوط اخر السيزون هنا. صح. السنه دي لو انت جبت منهم لعيب هو كل شغله طول السنه بيصارع على الهبوط، غير كل طول السنه بينافس على البطوله. ده مختلف. صح. ده مختلف عن ده. ده حاجه من تالت هنا مختلفه كليا وجزئيا عن هنا.